وفي سياق آخر وبحضور عدد محدود من أهالي الأطفال والمؤمنين، ترأس قدس الأبرام عساكري الفرنسيسكاني كاهن رعية القديسة كاترينا في مدينة بيت لحم قداسا إلهيا بمناسبة منح المناولة الأولى في زمن جائحة كورونا لعدد من أطفال الرعية في المحافظة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وثبت فيه. احتفلت رعية القديسة كاترينا الرعوية في بيت لحم بمنح المناولة الأولى لعدد من أطفال الرعية في كنيسة القديس فرانسيس، وذلك بحضور عدد قليل من ذوي المتقدمين للمناولة الأولى، حيث اقتصر الحضور على والدي وإخوة المتقدم فقط وفق شروط الوقاية والتباعد داخل الكنيسة. حيث ترأس الأب عماد الكامل والأب رامي عساكري والأب لويس الخوري قداسا احتفاليا لمنح المناولة الأولى برغم الإغلاقات وتماشيا مع الظروف السائدة بسبب جائحة كورونا. وقد عبر الأطفال عن فرحتهم لارتدائهم الثوب الأبيض ونيلهم المناولة الأولى لأول مرة، إضافة إلى فرحة الأهالي برغم الظروف الراهنة وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس يوميا في فلسطين عامة وفي بيت لحم خاصة، ألا إن المناولة الأولى سر التجدد في حياة الأطفال طالبي هذه النعمة. مجتمعين اليوم وفرحانين كتير في كنيسة ماري فرانسيس، هالكنيسة الحلوة الأثرية، يعني ضمن سلسلة احتفالات كتيرة لأطفال الرعية أول مناولة والتثبيت، اللي بسبب الكورونا اضطرينا نقسمهم لمجموعات صغيرة، مقتصر الحضور بس على الأب والأم والإجبين في حالة التثبيت لحتى نقدر نخلي أولادنا ياخدوا النعمة وما يتحرموا من نعمة القربان المقدس ومن نعمة حلول الروح القدس عليهم برغم من الظروف الصعبة اللي احنا فيها. فصرنا أسبوع بنحتفل وبعد معنا كمان أسبوع كمان، وهذا جو كتير حلو في الأولاد، بيتعرفوا أكتر على السر فيهم، كلهم بيشاركوا في القداس، في روح فرح حلوة كتير، لأنه ما أحوج الناس فهي الظروف الصعبة اللي جت بسبب الكورونا إنه بالفعل يعيشوا لحظات فرح ويحتفلوا، لأن الكل مضغوط والكل محشور في البيوت، فهيو بنجتمع وبنحتفل في جو إيمان وجو الكنيسة، نشكر ربنا على كل نعمه وعطاياه، بنشكر من أجل هالأولاد الحلوين اللي هم مستقبل الكنيسة، بنصلي لهم لحتى أهلهم يكونوا دايما ليهم بمثابة مساعدين دايما لوصولهم لله، وبنشكر دايما نور سات الأردن اللي دايما حاضرة في نشاطاتنا ودايما بتكون معنا. اليوم ابني حنا عمل أول مناولة، هاي أول فرحة إلنا للعيلة لأنه هو الكبير وأخذ سر القربان، نحن كتير مبسوطين وإن شاء الله يكون اليوم السنة هاي خير على الجميع. إحنا اليوم احتفلنا بسر أول مناولة بس كان لـ 20 طفل بس مش أكتر، بس إحنا لأنه إحنا بشكل عام إحنا عندنا تقريباً أكثر من 100 طفل بس قسمناهم على 5 أيام لأنه منقدرش بهذه الفترة هاي إنه يكون عندنا عدد كبير مجتمع كتير بالكنيسة، عشان هيك إحنا اتصلنا بالعائلات عائلة عائلة وطلبنا منهم إذا بحبوا إنه يعملوا الأولاد يشاركوا في هذه الفترة الأول مناولة، وكلهم حبوا وحبوا الفكرة إنه يكونوا مقسمين عشان ما يكونش في أعداد كبيرة بالكنيسة. أنا اليوم كتير مبسوطة لأنه اليوم فالنتينا عملت القربان وكتير مميز هذا اليوم لأنه أول فرحة لإلنا. هاي السنة كانت سنة مميزة تختلف عن كل السنين بخصوص جائحة الكورونا، بس في شيء أخذوا الأولاد أكثر ولنا كمان
انه نركز على الامور الاساسيه، على جسد ودم المسيح. وشفنا انه الاولاد كثير متشوقين لهالسر، نحن ما خليناهم يستنوا اكثر من هيك، لانه بيسالونا كانوا كل يوم امتى بدنا ناخذ يسوع. من هيك اضطرينا انه نقسم الاولاد اللي هن من اصل 120 اجا 100، ولكن قسمناهم لخمس مرات، كل مرة نحط 25 أو 20 ولد حسب ما يكونوا الظروف. ويكون شيء مهم إنه نركز مش بس على الزينة وعلى الاحتفالات وعلى كل شيء، لا، كان تركيزنا إنه يفهم الولد شو عم بيعمل ويفهم معنى السر. ومن هيك اليوم كان الاحتفال للمجموعة الثالثة، وبعد عندنا كمان مجموعتين، ونشكر الله انه كل الاولاد مبسوطين والاهل مبسوطين وحسوا حالهم مجموعه صغيره مهتم فيهم اكثر. نشكر الله، وان شاء الله السنين القادمه تكون الظروف احسن من هيك، ونكون نحن تعلمنا انه نركز على الاهم. يعتبر سر الافخارستية غذاء روحيا اساسيا في حياه كل مسيحي، فهؤلاء الاطفال سيتقربون لاول مره من سر القربان المقدس، والذين سيبدأون من اليوم التعود على تناول خبز السماء، وهي نقلة نوعية في حياتهم كمسيحيين، وأن يتغذوا به روحيا ويتقووا فيه. للنرسات مارلين الحدوى من كنيسة مار فرانسيس بيت لحم.